ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير باذن الله. النهارده بدايه قويه جدا مع بعض في الباب او الفصل الاول، فصل الدعامه والحركه. هو من اسمه فصل الدعامه والحركه، يبقى اتقسم كام درس؟ اتقسم درسين، درس الدعامه ودرس الحركه. درس الدعامه اللي هو اسمه سبورت، والحركه اللي هي موفمنت. عشان الانسان يقدر يعمل الموفمنت الحركه لازم يكون عنده سبورت اللي هو الدعم. يا ترى ربنا هيخلق ايه جواه يدعمه سواء كان انسان او نبات؟ طيب لو جينا اتكلمنا على الانسان هنلاقي ربنا خلق له او اداله خمس حاجات، اداله عظام وغضاريف ومفاصل واربطه واوتار. جمع الخمسه دول كلهم وخليهم يشتغل مع بعض، فيبدا الانسان يتحط عليه عضلات تحركه ويبدا جسمه يتحرك، فنوصل من الدعامه للحركه. ولما نبدا ندرس الحركه والجهاز العضلي المسؤول عن الحركه دي، نبدا ندرس مشاكل العضله، الاجهاد والشد، ونوصل لفكره الجهاز العصبي ازاي بيدي الاوردرز للعضلات بتاعتنا. يبقى الفصل ده هو فصل ممتع، انت بتدرس تكوين جسمك، عظام جسمك، بتدرس العظام اللي في جمجمتك والقفص الصدري والعمود الفقري، وبتبدا تدرك المفاصل بتاعتك، وبتبدا تفهم هو ليه في مفاصل بتتحرك بحريه وفي مفاصل محدوده الحركه، وهنعرف يعني ايه سائل زلالي، ويعني ايه حد جاله خشونه في الركبه، ويعني ايه حد جاله انزلاق غضروفي، ويعني ايه الطفل دماغه طريه في الاول لما بيتولد. كل ده هنبدا ندرسه ونفهمه بالتفصيل. ما هي الا دراسه ممتعه جدا، وتستمتع وانت بتدرس الفصل. عندنا الدرس الاول هو درس الدعامه في الكائنات الحيه، معروفه جدا. في سنه ثالثه اي حاجه هنتكلم عليها هنبدا ناخد جزء في النبات وجزء في الانسان. طبعا ده عمنا حزلقوم قاعد كده ومربع ومستقنيص فيه القعده بتاعته. عندنا بدايه الدرس بتاعنا بنبدا نتكلم على الدعامه في النبات، وهنبدا نتكلم على الدعامه في النبات، وهندرس حاجه اسمها الدعامه الفسيولوجيه والدعامه التركيبيه، وهنبدا ندرس الاثنين ونفهم فكره كل واحده منهم. تعالوا نقرا مع بعض الاول، وبعد كده نشرح على البورد عشان حضراتكم تقدروا تفهموا كل كلمه بالرسم. مفيش حد بيقرا سبوره وبتفهم منه، لازم كل مره يكون في رسم توضيحي. تمام يا شباب، يلا بينا نبدا اول فكره معانا. عندنا في بدايه المنهج حاجة مهمة جدا، هي الدعامة في الكائنات الحية. وإيه الدعامة؟ قالك دي وسيلة تدعم الكائن الحي. يعني تدعم، بتقويه وتديله سبورت وتحافظ على شكله وتحميه. يبقى الدعامة حققت حاجتين، الدعامة اللي احنا بندرس الدرس بتاعها دي حققت حاجتين. اولا بتحافظ على شكل الكائن الحي وبتحميه. هنبدا بمين؟ هنبدا بالدعامه في النبات. قال لك النبات بيحتوي على دعامه، والدعامه بتاعته يا اما تكون فسيولوجيه يا اما تكون تركيبيه، ودول بيميزوه عن غيره. وهنعرف اهدافهم الاستقامه بتاعته وتخليه مقاوم للعوامل البيئيه. قبل ما ابدا اشرح في التفاصيل دي، تعالوا نبدا نتكلم برسوماتنا الجميله. عندنا دعامه اسمها الدعامه الفسيولوجيه. عشان تفهم الدعامة الفسيولوجية دي، حضرتك محتاج تفهم تركيب الخلية النباتية. الخلية النباتية دي كان ليها من الأول حاجة اسمها جدار خلوي، وعندها حاجة نواة طبعا كلنا عارفينها، وسيتوبلازم. كل ده نركبه على جنب، ما يفرقليش دلوقتي. أنا عايز طبعا في غشاء بلازمي، أدي الغشاء البلازمي. أهم حاجة دي اللي جوه هنعملها بلون تاني، دي الفجوة العصارية. دي الفجوة العصارية، فجوة عصارية. طيب ايه قصه الدعامه الفسيولوجيه؟ قصه الدعامه الفسيولوجيه دخول الماء بالخاصيه الاسموذيه للفجوه العصريه. بدخول الماء بالخاصيه الاسموذيه كده انا وقعت في مأزق. ايه الخاصيه الاسموذيه؟ طب هو انا لازم اعرف الاسموذيه؟ حضرتك لازم تعرف الاسموذيه، اسمع اول محاضره وتعرف يعني ايه نقل نشط. نقل نشط يعني ايه انتشار. كل ده انا شرحته في المحاضره التمهيديه اللي مرفوعه عندكم على اليوتيوب. يبقى دخول الماء بالخاصيه الاسموزيه للفجوه العصريه. السؤال المنطقي هو اشمعنى الفجوه العصريه؟ او ليه الفجوه العصريه اللي عندها قوه السحب للميه؟ لو دول شويه ميه، دول دخول الماء بالخاصيه الاسموزيه للفجوه العصريه. خلاص؟ الميه اللي دخلت دي، دخلت ليه الفجوه العصريه؟ قال لك الفجوه العصريه فيها شويه حاجات جوه، فيها شويه املاح وشويه سكريات، والميه اللي دخلت لنا يبقى جواها ذائبات. الذائبات دي تشمل حاجتين حضرتك، بتشمل سكريات وتشمل املاح. الاملاح هنجيبها منين؟ الاملاح هنجيبها، املاح هنجيبها من التربه، والسكر هنجيبه من عمليه البناء الضوئي. اذا حضرتك محتاج تفهم ان الفجوه دي كده فيها ثلاث حاجات: سكريات واملاح وميه. الاملاح جايبينها من التربه عن طريق الجذور، والسكريات عملناها في البناء الضوئي، والميه سحبناها من الجذور عن طريق الامتصاص. يبقى الفجوه العصريه ملغمه ذائبات، وهذه الذائبات هي اللي ليها قوه السحب، قوه سحب الميه.
اعرف لما يبقى فيه زائبات كتير. دايما الناس بتقول املاح، اعرف يا عم لما يكون املاح، بس انت فاهم ان هي مش املاح بس، هي املاح وسكر، يبقى فيه قوه سحب للميه، بتسحب الميه بالخاصيه ايه الاسموزي، لان هي عبرت اغشيه ايه الغشاء البلازمي بتاعنا شبه منفذ، الغشاء شبه منفذ، فنقول عليها دخول الماء بالخاصيه الاسموزيه للفجوه العصريه. طبعا لما الفجوه دي تتملي ميه ايه اللي بيحصل؟ بتبدا تضغط على البروتوبلازم المواد الحيه اللي موجوده جوه الخليه وبالاخص السيتوبلازم، كده دي عماله تتوتر تنتفخ تنتفخ، فضغطت على السيتوبلازم اللي هنا، فالسيتوبلازم ضغط على الغشاء والغشاء ضغط على الجدار، فيبان لك جدار الخليه متوتر. يعني ايه متوتر؟ يعني مليانه ميه. لما يقول لك البالونه، هات بالونه وانفخ كده، هتلاقي البالونه انتفخت، اول ما بتلمسها تلاقي جدارها متوتر منتفخه مشدوده. فايه اللي خلى القصه دي كلها دخول الماء بالخاصيه الاسموزيه للفجوه العصريه؟ بدات تضغط على السيتوبلازم، ضغط على الغشاء، ضغط على الجدار. طبعا الميه لما دخلت عملت حاجه اسمها ضغط امتلاء، امتلاء، وبعد كده ضغط الامتلاء ده ضغط على الجدار، الاثنين دول في فريق واحد. طيب في ضغط الضر بدخول الميه او قل بدخول الميه، قال لك اه لما انت دخلت الميه على الزائبات اللي هي السكريات والاملاح، تركيز الزائبات دي قل، فتركيز الزائبات لما بيقل اسمها الضغط الاسموزي قل. وقتها اروح اعمل معاك الرسمه دي، تعالى نعمل كده رسم بياني كده. لو انا هنا عملت ضغط الامتلاء او ضغط الامتلاء، يعني ايه ضغط الامتلاء؟ يعني دخول الماء للفجوة العصرية جوه الخلية النباتية، دخول ليها. ايه اللي حصل للضغط الاسموزي؟ الضغط الاسموزي حصل له ايه في الوقت ده؟ الضغط الاسموزي هيحصل له ايه؟ اولا انا بدخل بملأ الخلية مية، فايه اللي حصل لتركيز الاملاح؟ هنا كلمة الضغط الاسموزي ده تركيز الزائبات اللي احنا قلنا ساعات بنقول عليها ايه؟ املاح، وما نقفش على الكلمة بس هو الصح ذائبات. ايه اللي بيحصل؟ بيقل تركيز الذائبات. اذا ضغط الامتلاء علاقته مع الضغط الاسموذي علاقه عكسيه. طب لو انا عملت كده بقى، لو انا عملت كده ضغط الامتلاء وعملت ضغط الجدار، ضغط الجدار العلاقه ما بينهم ايه؟ طرديه، لان كل ما انت زودت الامتلاء بتاع الفجوه تبدا تضغط على السيتوبلازم، تضغط على الغشاء، تضغط على الجدار، فضغط الجدار يحصل له يزيد. اذا لو انا عايز اعمل معادله ضغط الامتلاء والجدار في كفه عكسهم الضغط الاسموذي عدوهم، دول مع بعض علاقه طرديه لكن دول مع ده علاقه عكسيه. نرجع تاني لصفحتنا، دخول الماء بالخاصيه الاسموزيه للفجوه العصريه دي بتسمى دعامه فسيولوجيه. هل هذه الدعامه مؤقته ام دائمه؟ يعني دعامه مستمره طول الوقت ولا مؤقته بتروح وتيجي؟ اكيد اكيد بما ان هي تتوقف على وجود ال H2O اللي هي الميه، الماء الماء، اذا هي دعامه مؤقته. ليه مؤقته؟ لان الميه دي مش متوفره طول الوقت، يبقى دي الفسيولوجيه، الدعامه الفسيولوجيه دعامه واحد مؤقته. اثنين، تتناول الخلية ككل. يعني ايه ككل؟ يعني هي لما دخلت المية جوه الفجوة مش ضغطت على السيتوبلازم والنواة وكل العضيات، وبعد كده ضغطت على الغشاء، وبعد كده ضغطت على الجدار، يبقى تناولت الخلية ككل. طيب هل تتأثر؟ تتأثر بايه الدعامة؟ قلنا دخول الماء بالخاصية ايه؟ قلنا بالخاصية الاسموذية، ركزوا على كلمة الاسموذية، تمام؟ طيب ايه تاني عن الدعامة الفسيولوجية؟ ان هي مؤقتة وتتناول الخلية ككل. بص يا سيدي، مثال، عارف الست بتاعت الجرجير، الست اللي بتبيع جرجير، الست اللي بتبيع جرجير دي جرجير، الجرجير في الحر بيبدا يتبخر منه الميه فيدبل، فالست تيجي تلقائيا تلاقيها جايبه شفشق ميه او كوبايه ميه تقعد ترش على الجرجير ده، فيبدا الجرجير ياخد الميه دي ويبدا ينتفخ من تاني، يبقى ذبول وعكسها انتفاخ، انتفاخ دي مع الدعامه الفسيولوجيه، الذبول فقدان الدعامة، فقدان الدعامة. اديك مثال كمان، عارف انت ماما لما بتيجي تعمل شوية فول نابت، بتروح تمسك الفول وتنقعه جوه المية، الفولية تبقى قد كده فجأة تنتفخ وتبقى كبيرة، او البسلة، او البطاطس لما بنيجي نعمل بطاطس مسلوقة ونحطها في المية بتبدأ تكبر، او البطاطس المقلية امهاتنا دايما بيقطعوا البطاطس يحطوها في طبق في مية تلاقي حجمها كبر، خلاص؟ فكده دي دعامة فسيولوجية اكتسابها، مجرد ما المية تخرج منها يبقى هنا فقدت دعامتها الفسيولوجية. مثال قاله الكتاب، قال لك البذور الغضة، ودي بحب بركز عليها، البذور الغضة زي الفول والبسلة، الفول والبسلة تحطهم في مية ينتفخوا، شيلهم من المية يبدأ ينكمشوا،
ايه كلمه البذور الغضه؟ قال لك دي البذور الطريه اللي ما ينفعش نزرعها. يبقى كلمه البذور الغضه دي لما تقراها في الكتاب دي بذور طريه غير صالحه للزراعه، خلاص زي الفول والبسله. يبقى احنا كده فهمنا الدعامه الفسيولوجيه. طيب الدعامه الفسيولوجيه في عوامل بتاثر عليها، عوامل تؤثر في الدعامه الفسيولوجيه. ايه العوامل اللي ممكن تؤثر على الدعامه الفسيولوجيه؟ دلوقتي دي الخليه وده الغشاء بتاعها ودي الفجوه، دي الفجوه. يا ترى ايه اللي بيخلي الميه ممكن تطلع من الفجوه خروج الميه؟ قال لك بص يا سيدي، لو في ضوء عالي يعني شمس كتير على مدار اليوم هيحصل ندح وكده الخليه تفقد دعامتها. طيب يا سيدي ايه رايك لو في دلوقتي الندح، قلنا الضوء هو الندح ده بيفقد فقدان الدعامه. لا انا عاملهم رسم بياني احسن بقى. بص يا سيدي دي دعامه الفسيولوجيه وده الندح. ايه اللي هيحصل للدعامه الفسيولوجيه مع الندح؟ بتقل الدعامه الفسيولوجيه او شده الضوء. طيب يا سيدي، طب لو قلنا هنا امتصاص الماء، امتصاص الميه، الميه لما تمتص النباتات الميه بيحصل ايه للدعامه الفسيولوجيه؟ بتكتسبها. طيب ايه تاني ممكن نقول؟ البناء الضوئي. البناء الضوئي ده سلاح ذو حدين. هل في سؤال بيجي، هل للبناء الضوئي تأثير على الدعامة الفسيولوجية؟ هل البناء الضوئي بيأثر؟ قال لك البناء الضوئي ده، ادي البناء الضوئي، بناء ضوئي كنت بتحتاج اربع حاجات وبتطلع لي حاجتين. ايه الحاجات اللي انا محتاجهم؟ محتاج ماء واملاح وضوء CO2. الاربعة دول كنا نعمل بيهم طبخة تطلع لنا الاكسجين وتطلع لنا سكر، سكريات. السكر ده يروح يتخزن جوه الفجوة فيزود تركيز الذائبات جوه الفجوة فتبقى قوتها سحب المية اكتر. لما يبقى فيه دلوقتي سكريات اتخزنت تخلي دي تسحب ايه؟ مية. بس في نفس الوقت خلي بالكوا البناء الضوئي بيستهلك مية برضو، ففي كلا الحالتين ليها تأثير. ما نقدرش نقول ايجابي ولا سلبي، من ده على ده. لما هي بتخزن بتخلي النبات يقدر يسحب المية وفي نفس الوقت البناء الضوئي بيستهلك ايه؟ مية. ده بالنسبة هل البناء الضوئي تأثير على الدعامة الفسيولوجية؟ نعم ليه تأثير على الدعامة الفسيولوجية. تعالوا مع بعض نشوف شكل الكتاب بتاعنا. تعالوا ناخد الكلام اللي احنا قلناه ان الدعامه الفسيولوجيه دي دعامه مؤقته تتناول الخليه ككل بدخول الماء بالخاصيه الاسموزيه للفجوه العصريه تنتفخ وتصبح ذات جدار متوتر. عندنا دي تتناول الخليه ككل، شكرا، بيدخل الماء بعد كده يزيد حجم العصير الخلوي يضغط على البروتوبلازم وكده يتمدد ويتوتر الجدار وتنتفخ الخليه. وقلت لكم هنا ده فكره الضغط الامتلاء بيسبب ضغط الجدار وبعد كده هما الاثنين بيتناسبوا عكسيا مع الضغط الاسموزي وشرحتها بالرسم البياني. الخاصيه الاسموزيه انتقال الماء من وسط اقل في تركيز الاملاح لوسط تركيزه اعلى في الاملاح. قلنا مين اللي بيسحب؟ اسحب القاعده سهله جدا، مين يسحب الميه ناحيته اللي تركيز املاحه اكتر. طيب لو انا لغيت كلمه الاملاح، قلت ميه كتير، ماء كتير وماء قليل، تيجي من الميه الكتير القليله. ماء عذب وماء مالح، لا تروح من الماء العذب، تروح من الماء العذب من الماء العذب للماء المالح. يبقى الميه الكتيره للميه القليله، من الميه العذبه للميه المالحه، او من تركيز املاح اقل لتركيز املاح اعلى. يبقى الميه من الاملاح الاقل الميه للاملاح الاعلى. تعالى يا سيدي نجيبها لكم ببساطه، تعالوا نعملها في صفحه لوحدها هنا، بحب الرسومات. او دلوقتي ده اناء وده اناء، ده فيه حبايه ملح 2 3 4 5 ملح، ده فيه حبايتين ملح ودول هما الاثنين مليانين ميه قد بعض، ميه حتى المنطقه دي قد بعض. السؤال بقى الميه تروح من الف لب ولا من ب لالف؟ دول الازرق دول املاح وده الميه، ما اديتكش تركيزات، ممكن ادالك بتركيزات. فايه اللي رايك هنا؟ املاح اكتر من هنا، يبقى الميه تروح للاملاح الاكتر، خلاص. يبقى انتقال الماء بالخاصيه ايه؟ الاسموذيه، من تركيز الاملاح الاقل الى تركيز الاملاح الاعلى، او من الماء الاكثر للماء الاقل. واحد تاني قال لي اديها لي بمثال بسيط تاني. بص يا سيدي لو هنا اناء ده في تركيز المحلول فيه 5% وده اناء تركيز المحلول فيه 10 او خلينا نقول 2%
2%. ده 5% تركيز املاح عالي وده تركيز قليل. قلنا مين اللي بيسحب ناحيته الميه اكتر؟ الاملاح العالي، يبقى تروح ناحيه الخمسه. طب اديك مثال كمان عشان تبقى فهمت القصه. ده اناء وده اناء ودي خليه. الخليه دي تركيزها 2، الفجوه بتاعتها 2%. هنا تركيز الاناء ده 5% خلاص، وتركيز الاناء ده 1%. طيب دي 2% ده بالنسبه لها، احفظ معايا او افهم معايا، ميه عذبه ولا مالحه؟ تركيز اقل في الاملاح، يبقى دي ميه عذبه. عذب يعني ده بحر ولا نيل؟ لا ده نيل بالنسبه لي انا، بقول بالنسبه للخليه. طب بص هنا التركيز 5 وهنا التركيز 2، الخليه تقول لي 5 انت بحر ولا نيل؟ تقول لي انا 5 يعني تركيز الاملاح كتير يعني انا بحر خلاص. طيب البني ادم بيروح النيل، ميه النيل بتتشرب، فلو الخليه راحت النيل هتشرب يعني تنتفخ، لو راحت البحر هترجع فتنكمش. يبقى هنا الخليه دي لما نحطها كده اهي، لما نجيبها هنا نزلتها في نيل في ميه عذبه، فالاملاح تعمل ايه؟ دي 1 ودي 2، الميه دايما تروح للكتير، فالميه تروح ناحيه الخليه، فالخليه تنتفخ. امال لو انت دلوقتي جبت الخليه اللي 2% في محلول 5%، غصب عن الميه اللي هنا كانت جوه الفجوه هتروح للمحلول اللي بره، لان قلنا اللي بيسحب الميه ناحيته العالي، فالخليه دي بتفقد ميتها، بترجع في البحر بنرجع، اذا تنكمش. اوكي اتمنى تكونوا استوعبتوا القصه دي، انا قلتها بمثال بسيط جدا، بحر ونيل والكلام الجميل بتاعنا ده. خلاص ده مثال للدعامه الفسيولوجيه. قال لك استقامه السيقان واوراق النباتات العشبية. خلي بالكوا كلمة العشبية دي كلمة مهمة جدا، كلمة العشبية، العشبية دي لما يجي لك نبات عشبي اعرف ان دي قصة الدعامة الفسيولوجية مش الدعامة التركيبية. ماشي، الدعامة الفسيولوجية بالذات يعني بتبقى في كلمة النباتات العشبية زي الجرجير زي الاوراق النعناع والكلام ده كله، ترش عليها وتنتفخ. انتفاخ الفاكهة برضو الراجل بتاع الفاكهة عشان يدي لك الفاكهة منتفخة وتضحك عليك بيرش عليها مية، وهي في الأغلب تكون مرضانة وحمضانة وحالتها صعبة جدا. ذبول وارتخاء السيقان عكس الاستقامة، انكماش البذور الغضة اللي شرحتها لكم، قلت لكم زي الفول والبسلة، البذور الغضة دي مش مكتوب إيه شرحها، هي البذور بتبقى طرية وبتبقى غير صالحة للزراعة. بعد كده نقدر نقول الدعامه الفسيولوجيه دعامه ايه؟ زي ما قلنا مؤقته، لان هي بتعتمد على وجود مين؟ على وجود الماء، في ميه كسبت دعامه فسيولوجيه، ما فيش ميه فقدتها. وهنا التركه والهديه بتاعتنا، البناء الضوئي بيوفر سكريات بنخزنها جوه الفجوه، بيستهلكها بيزود الضغط الاسموزي عشان بيحط لنا السكريات. يبقى دي هديتكم في الصفحه دي. ايه العوامل المؤثره لامتصاص الميه والنتح والبناء الضوئي؟ شرحناهم وقلنا هنا كل ما يزيد البناء الضوئي بيتم استهلاك الماء الموجوده في الخلايا، او يتم فقد الماء في النتح مع ارتفاع الحراره، ده كله احنا العوامل المؤثره. بص هنا كل ما زاد حجم الخليه كل ما حصل ايه؟ ضغط الامتلاء، زاد ضغط الامتلاء في علاقه طرديه، هتلاقونا حاطط لكم علاقات والخ من كل القصه دي. الضغط الاسموزي هو ضغط الاملاح او الذائبات اللي جوه الفجوه مع الميه، ده اسمه الاسموزي. كل ما انت كترت الاملاح والذائبات جوه الفجوه كل ما زاد الضغط الاسموزي. الخاصيه الاسموزيه دي خاصيه عبور الميه من تركيز عالي للميه لتركيز اقل عبر الاغشيه شبه المنفذه. ضغط الامتلاء لما بتدخل الميه، خلي بالكم دي حاجات اضافيه مش حاجات مطلوب حفظها اصلا، انت بتفهمها. ضغط الامتلاء يعني مليت الفجوه، حتى من اسمه امتلاء مليت الفجوه، فده مع الدعامه الفسيولوجيه طردي ولا عكسي؟ كل ما كان في ضغط امتلاء كل ما كان في دعامه فسيولوجيه، يبقى ده تاثيره طردي. اوكي؟ طيب الدعامه التركيبيه دي هتبقى الجزئيه اللي جايه لينا. ربنا معاكم، جود لك.